فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمسلم أن يأكل من الحلويات التي أضيف إليها شحم الخنزير؟ أبدا، ولا يجوز هذا، ما فيه مادة خنزير لا يؤكل منه. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا كان هذا الشحم قد تحلل أو حلل، فهل يجوز له أن يتناول هذه الحلويات؟ ما في حلويات غيرها، ما في خنزير أو شيء من الخنزير لا يقربه، فإنه رجس. الله جل وعلا يقول: فإنه رجس. نعم. أنت هشام. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.